حالة استنفار قسوة شهدتها الجلفة عقب هلاك 4 أطفال غرقا بوادي ملاح، حيث أعلن بمقر الولاية عن تأسيس شبكة لتوعية وحماية الأطفال من هذه الظاهرة. قررنا إنشاء شبكة لحماية هؤلاء الأطفال تتشكل من جميع الأجهزة الحيوية، وهي جهاز الشؤون الدينية عن طريق الأئمة، لأنه فيه طرف ناعم وطرف تطبيقي. الطرف الناعم يتخصص في التوعية والتواصل مع كل الفئات الاجتماعية. تشمل هذه الشبكة العديد من الهيئات، من بينها الحماية المدنية وقطاع التربية وحتى الأئمة الذين سيشاركون في توعية المواطنين بخطورة الاقتراب من الأودية. الأسر وأرباب العائلة، هؤلاء مسؤولون عن فلذات أكبادهم، فلا يتركونهم في القمامة، ولا يتركونهم في البرك المائية، ولا في الويدان، ولا في أمور خطيرة، فلا بد من الحذر. وربنا قال: ومن أحياها فكأنما أحيا الجميع. توعية المواطنين وحتى أطفال المدارس بخطورة السباحة أو الاقتراب من الأودية، خصوصا في هذا الفصل الذي يحمل أمطارا فجائية قد تحد من هذه الظاهرة.